السلام عليكم. الفيديو اليوم مهم جدا جدا كيخص الرجلين. شوفوا هانتوما واش ممكن الرجلين تقشروا هكا. اول حاجه اليوم غنحاول نتكلم بلغه يفهمها الجميع، واعتذر للناس اللي ما يفهموش الدارجه المغربيه. فعندي ناس بزاف من الدول العربيه الشقيقه كيخليوا لي التعليق بانهم الدارجه المغربيه صعيبه عليهم. اولا كنطلب منهم يحاولوا يتفرجوا في الافلام والمسلسلات المغربيه باش يفهموها، لاننا حنا ما شاء الله المغاربه نفهموا جميع اللهجات العربيه من خلال يعني مشاهدتنا الافلام والمسلسلات العربيه. هذا كانت نقطه. كيف ما كتشوفوا اليوم، موضوع اليوم هو هذا الماسك اللي دار حاله في يعني وسائل المواصلات الاجتماعيه، مواصلات التواصل الاجتماعيه، ما فيسبوك، الانستغرام، تيك توك، يعني كل شيء التواصل الاجتماعي. شفت ناس بزاف كيهضروا على هذا الماسك ديال تقشير الارجل كيف ما كتشوفوا هنا في الصور، خصوصا في فصل الصيف وحتى فصل الخريف حتى هو كيكون تقشر. فقلت نجربوا على شنو ونتقاسموا معاكم، وهل فعلا يستحق التجربه، وهل فعلا يستحق المغامره والمخاطره بالجلد ديالنا وبالارجل ديالنا. فاذا كنتم مهتمين خليكم مع الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا واش تشريوه ولا ما تشريوش. هنا كيف ما كتشوفوا هاد الماسكات فيهم انواع واشكال. هنا غنبداو الماسك. انا خديت ديال الخزامه، كنعتذر لان المقطع اللي انا كنوريكم كيفاش تلبسوه مشى ليا ما عرفتش علاش، فخديت لكم هاد المقاطع. نتمنى ما يجيونيش عليهم حقوق الطبع، لان هادو من مقاطع ديال اصحاب الماسكات. كيف ما كتشوفوا هنايا الماسك ياتي فيه جوج، يعني كل فرده لكل رجل، ويتلبس بهذه الطريقه هذه في اللصاق من الجوانب. نلبسوه ونخليوه ما بين 40 دقيقة إلى ساعة. نشوفوه بهذه الطريقة هذه، وبقى معايا لآخر الفيديو لأنني غنوريكم شي حاجة مهمة وخطيرة، لأنني كذلك لبسته بنفس الطريقة. فخليكم معايا. بزاف البنات سولوني حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا في الفيسبوك والإنستغرام. مهم، هنا كنديروا الماسك. من بعد ما كنحيدوا الماسك، بعد إزالة الماسك نغسلوا رجلينا ونشفوهم جيدا جيدا. وهنا كتشوفوا الناس ها هما لهاد الدرجه هذه الجلد ديالهم كامل كيتقشر. الصراحه اللي هو مؤلم للنظر. وهانتوما كاين بينات رجلها من بعد كتولي مثل رجل بيبي، واش بالصح ولا لا خليكم على الفيديو باش تشوفوا. هنا كيوريكم من نهار اول الى 12 يوم. هانتوما البنات شوفوا ها هو بدا كيتقشر. انا اللي ما درتها هذا النهار الثالث، انا رقدتهم في الماء. هانتوما شوفوا، حشاكم حشاكم البنات. شوفوا انا غنبدا نتفصل، اش كيولا نتفسخ بحال الحنش. هانتوما حشاكم، راه دابا هادشي كلشي غيبدا يطير، غادي تطلع الجلده كلها وهادشي كله. شوفوا 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 حشاكم البنات. وانا هادشي جاني زعما محشومه نتقاسم معاكم، ولكن بغيتكم عي تعرفوا. ولكن واحد الخطا ما ديروش بحالي، ولا انا عندي البشره حساسه، ملي تلبسوا التقاشر حاولوا ما تطلعوهمش، خليهم عي هنايا، سدوهم غير هنا. راه دايرين واحد اللصقه كتسد، من الاحسن سدوه هنا. انا هنايا دار ليا، نتوما نحاول نقرب لكم، ناض فيه بحال واحد الحبوب رقيق صغير. ها نتوما شوفوا شوفوا، عرفتي راه بحال الحساسيه ناض فيه، عرفتي راه كياكلني وما بغيتش نحكو. وهنا كلشي غادي يتقشر ليا. انا هنا راه باقي منفوخ حيت كان مفدوع ليا الصبع. شوفوا 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 حشاكم، اعزكم الله. ما بغيش نتقاسم معكم هادشي، ولكن قلت لا، باش لا كان هذا بصح وكيعانيو من هذا المشكل، ودابا الصيف الجاي الناس بغاو يلبسوا نظيلات. ها نتوما ها هو راه غيبدا يتفسخ كامل. انا نبقى معكم بنهار بنهارو. مهم بنات، انا لبست قشرات دابا حتى غدا ان شاء الله ونوريكم عاوتاني. رقدتهم في الماء، خليتهم واحد ربع ساعه تقريبا في السطل ديال الماء ولا نص ساعه. نشفتهم مزيان، ما تفركوهمش غير نشفوهم ولبسوا تقشرات. المهم يوم نهار الثالث، غدا ان شاء الله نهار الرابع نوريكم.
المهم هاد المقاطع اللي تكلمت بهم بالدارجة المغربية كانوا يعني already مسجلين، فأعتذر اللي ما فهمش، واللي عنده أي سؤال يخليه لي في التعليق وأنا إن شاء الله نرد عليه. المهم أنا قبل ما نلبس الماسك حطيت رجلي بسطل به ماء دافئ وخليتهم مدة نصف ساعة ونشفتهم جيدا، ثم حطيت الماسك وخليته لمدة ساعة، من بعد غسلت رجلي ونشفتهم ولبست جوارب كيف ما كتشوفوا، وكل نهار كل نهار كل يوم لمدة تقريبا أسبوع كل يوم كنحط رجلي في وعاء ماء سخن ونخليهم ونقشرهم كيف ما كتشوفوا. هذا النهار الرابع، صراحة ضعوا لي مقاطع بزاف، مي حاولت ما أمكن نوريكم. شوفوا كيفاش الرجل كتقشر، انا صراحه ما تقشروليش بحال بزاف الناس طاروا ليهم الجلد بالكامل، يعني الطبقه الجلد ديال كامل طارت. انا كنت خايفه مي ولكن الحمد لله ما صارليش بحالهم، لانني كنت خايفه هذاك خصوصا الرجل من تحت والواحد طول اليوم يوقف عليها. وهنايا اليوم الخامس كيف ما كتشوفوا انا ما كنصبرش كنشيل هذاك الجلد الميت، ولكن كيف ما كنت كتشوفوا ما طارليش الجلد يعني غليظ بزاف، ربما لان ما كانتش رجلي يعني لهذيك الدرجه. هنا كيف ما كنقول لكم شوفوا الحساسيه اللي جاتني، يعني مرضاتني بزاف بزاف، وليت نحط كيف ما كنقولوا جيت نكحلها عميتها، جيت نداوي رجلي صدقت مرتها وخديت عليها الدواء ومراهم. المهم بالنسبه لي انا ما نصحش به الناس، لانني شفت عليه بزاف ديال ريفيوز في الفيسبوك البوك، البنات ما دار لهم حساسيه، فما ننصحكمش ما ننصحكمش ما ننصحكمش، وانا هذه اول واخر مره غادي نحطه. وشكرا لكم ومع السلامه.